حان الآن وقت تجربة الخاتم اللي أنا اشتريته. هنشوف إذا كان فعلا هينجيني من الوقعة دي ولا لأ. أوك. يا دوبك فارس لوك ستون. جميل. دلوقتي انا محتاج اقع على دي. يس. اوكي. بويزن موس. دي البوابة. اوكي. في سكة تانية تحت اكتشفها لاحقا. شوف الاول في هنا ايه. على ما اتذكر المفروض ان في بون فاير. اهي فعلا كويس. Grave of Saints. هنعمل ريست هنا. كويس جدا. مش فاكر الجزء اللي تحت ده كنا بننزله ازاي. هل كنا بنطله برضو؟ اعتقد اه. ده في سلم هنا وفي ده التاني. سؤال لولبي. كيف اعتقد لو نطيت من هنا. عامة انا جنب البون فاير كده كده مش هخسر حاجة. كراجل طيب. اعتقد الجزء ده هو فيه اعتقد صناديق في بعض الايتم، بس انا كان المفروض اظن ان كان المفروض اجيبه قبل ما ادخل ال ايه ده. انا مشيت غلط. يس. اديني الصوم في الكئيبة بتاعتي. طيب يبقى من الناحية دي مش هينفع. يبقى لازم تنط فوق العرضة دي. خليني اطلع فوق تاني. على رجولة. اوكي المرة دي اول واحدة. خطوة غير موفقة. هلزمني بعد التجارب دي كلها ان انا استعمل يونو اف جي. نغير الخاتم ده بالخاتم ده. اديني سنة صحة زيادة. ايه أحسن مكان يفروض يبقى ده. أوكي. المرة دي بقى عايز أخلي بالي من طريق الباب. أوكي. هنا. أوكي. وضع على دي بس مش عارف الوقعة دي مستهالي بعيدة قوي. خلينا نجرب وانا نصيبي. اعتقد لازم اقع على العرضة دي بحيث اوقع على دي ومن هنا نط. اظن كده.
لا مفر من التجربة هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعرف بيها انك تجرب. سنة سنة كده ايوه اوكي واحدة بعد كده على دي اوكي هنا بقى احنا اكتشفنا ان دي بعيدة فبالتالي ننزل على دي الأول ومن هنا من هنا أنط أظن كده. السؤال بقى هل في مجال إن أنا أنط؟ أوكي نعمل محاولة. يس صح تاني. أوكي اعتقد كده كده الوقعة دي مفروض تبقى محتملة مفروض. يس ترى في هنا ايه بقى؟ اعتقد في باب. اوكي اوه اتس لوكت. ما تفتكرت دلوقتي في باب والباب ده مفتاحه افتكر ان احنا بناخده من خلال المنطقة اللي جاية دي. اي حال خليني احاول انط كده كده مش فيش حتى مش سامح لي انط من هنا. اوكي طيب هنزل تحت اروح فين بعد كده اروح فين؟ اعتقد هو المنصة اللي هنا دي هي اوكي رينج اوف ذا ايفل ده بيعمل ايه بقى؟ فين الخاتم ده؟ بريكنج use okay. if the evil eye absorb HP from each defeated okay بياخد بياخد HP من الناس اللي بتموتهم. اوكي اعتقد دلوقتي انا اقدر انزل هنا مفيش مشكلة. ايه ده home world bone اوكي طب كده مفيش item تانية بعد كده منك للموت بقى خلاص. انا ناسي الجزء ده اظن كده ده اللي بينزل على المنطقة اللي هي شبيهة بالبرايت تاون او البلايت تاون المنطقة الكئيبة. اظن كده. اوكي في سحلية انا عايز سلاح يكون بيضرب على الارض اعتقد ده ينفع. هو عامة أنا مش هلحقها غالبا لأنها عادة بتجري بتقع. نسيت أعمله. راحت واو باي باي. البداية غلط.